حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات البرنامج. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي شفتوه بالبداية هذا فيديو عن اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين في ساعة التحرير من العقود أو من المحاضرين المجانيين أو من أصحاب العمل اللي ما عندهم رواتب، نفسهم المحاضرين مجانيين بس أكو من الموظفين ومهندسين أجر يومي أو مثل ما تسموهم سموهم. لكن موضوع اليوم مو هذا. اليوم ذوي مختطفي صقلاوية يجددون مناشداتهم لمعرفة مصير أبنائهم المختطفين على يد الميليشيات الموالية لإيران بسيطرة الرزازة بمحافظة الأنبار من عام 2016 تحديدا بشهر حزيران. فهذا هو موضوعي، أي شخص يحب يشارك ويانا في هذا الموضوع اللي هو المختطفين والمغيبين قسريا يقدر يتصل بالبرنامج على الأرقام التالية. ذن الأرقام اللي تشوفوها هنا تقدرون تتصلون بنا على أي رقم من هذن الأرقام من داخل العراق ومن خارج العراق على حد سواء. أما الرقم اللي راح تشوفوه هنا هذا مخصص للرسائل المكتوبة، رقم الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال، رقم الواتساب ما أقدر أستقبل بأي رسالة صوتية، فلا حد يزعل علينا إذا أنت تدزلنا رسالة صوتية أو تدق علينا على رقم الواتساب وما جاوبناك. المغيبين قسرا، المختطفين، المعتقلين بالسجون اللي أهلهم ما يدرون بهم كل شيء، أي شيء ما يعرفون عنهم أهلهم. أكو ناس طلعت من بيوتها بحجة استفسار أمني، أكو ناس طلعت من بيوتها بحجة تشابه، أكو ناس طلعت من بيوتها حجة أنه الشرطة أو القوات الأمنية أو الجهة اللي اعتقلت هذا الشخص. راح نسأل الشمس سؤال ونرجع لكم يا سالم غانم، وراحت وما حد عرف ذولا وين، ولا أهل اللي اعتقل يعرفون ابنهم وين، وفجأة يتفاجئون أنه ابنهم موقع على شيء هو ما مسوي ومحكوم وموجود بالسجون. وحتى هو موجود بالسجون ما يندلوا أهله بها السجن، بالصدفة يلقون واحد من ولدهم يعرفون انه ابنهم موجود بفلان سجن، يروحون يسألون عليه ما يحصلون اي جواب، ولا يقدرون يواجهون ابنهم او ابوهم او مرة تواجه زوجها او اخوها او ام تشوف ابنها. فقضيتنا اليوم هم المغيبين قسرا. السؤال ليش العراق اليوم صار مثل القاصة؟ القاصة نوجدت حتى تحمي بها الفلوس وتمنع الحرامية أنه يبوقوها، فصار العراق مثل القاصة، مستودع للمغيبين، ما حد يندل مكانهم وين، وما حد يعرف الرقم السري حتى تفتح بها باب هاي القاصة وتطلع ذولا، ولا أحد يقدر يوصل للي حط المغيبين بهالأماكن هذني. وصار العراق والحكومة العراقية سد منيع وحصن للخاطفين، للناس اللي أخذت ولد العراق وما رجعتهم. محمد من ديالى ويانا، حياك الله. محمد من الموصل، مو من ديالى، محمد من الموصل عفوا، حياك الله يا محمد. من الموصل أخ محمد، بس إذا أمكن تعلي لي صوتك وتفضل. أخ محمد من الموصل، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذي أعرف حوالي اثنين سلمتين. نعم. واحد راح، اثنين راح قبل 2017. واحد راح شو وقت؟ إسرائيل بنفس إسرائيل اللي هو ذول المتعتر فيهم الدول يعلمون على هذول الإسلام الفلسطينيين. اليوم 4 سنين أدور ما خلتني عاس على الحديد استعبيت خواني جاهد. ومذلول ولا وجبة. احنا ذولا قاعدين على الكراسي برهم صالح عيب عليه يدخل البحر بحرس الثوري يوم انا بقدر كاظمي هذا مخليهم نواطير مال خضره، والله مو عيب عليهم
يتلقون أوامر من صراحة وزير الدفاع وزير الخارجية، يتلقى قضايا من إيران، يقول اعطونا الهجمات من العراقيين، اعطونا من جانب الخص من إيران. هذول ارجع على الكراسي جاوبني استاذ برهم صالح، عيب علي الصورة الإيرانيين الفرس بالعراق، والكاظمي الكاظمي شويخ ويفكرنه شلون يقبلها الصور منتشرة بالعراق كلها ميليشيات وزعماء وكلها التمنيات. ما راح ما اول البارحة البصرة مال اول البارحة لونها التمنيات هذا 11 اذا ما طوقت العالم الفشل بيوت المواطنين تلقاهم ذولا سنة وهذولا كلهم ايرانيين. لعن دخلت علينا 3000 عائلة 3 ملايين عائلة ايرانية، 3 ملايين عائلة ايرانية دخلت بالبصرة والعمارة والديالة. اليوم 4 سنين مندل ولدي ورا قلبي ما سووا شيء، يطلع له بالحرس الثاني ثلاث اوامر من هنا يجي على الربع، وهذا من هزم خارج العراق وهذا قاعد بالشمال ومخلينا مسلمين. عيب عليه، مو عندك هذا الحلبوسي عيب عليه، شاف شعره بس منطرونه عيب عيب. شلون يقبلهم؟ شلون يقبل صوره حال منهم الصور ممنوع عراقي يخلي الصوره بدايه، عيب عليهم يخلوا الصوره بدايه. اليوم 4 سنين ولدي ما حد لهم وين من 2016 ما سووا، ما حد سوى مثل هذول اللي قالوا ودوا عش، ما سووا مثل الربع، سووا الربع. اول وحده نور المالكي اشتقت سبيكر كلها، درب عليهم الميليشيات وذبحوهم حطاهم براس 11، واني مسؤول عن كلامي، ذبحهم كلهم حتى سبيكر وكل العراق يعرفونها، ودخلهم نور المالكي منتش الطيارات وما نزلهم مطار صغير، والسجنات جابوهم قبل شهر، جابوا سجنات قحاهم هنا في جريده المعامرة ودز عليهم الجيش تلهم جابوهم من السجن ذولا منتهين. هذا عمل اسلامي؟ هذا عمل اسلامي؟ عيب عليهم ذولا، عيب. يقول انا رئيس، والله انا اقول رئيس دوله ورئيس وزراء والله، بس وزير الخارجيه شو تحرم منه؟ اللي يروح يطلب توسط ميران يقول وقف القتال. هاي شنو شو مخليهم هذول؟ مخليهم مواطن خضراء؟ خليهم سياح طول الفجر عيب عيب عيب. ترى مش جاي احط لهم زاد، اكو غيرتي انا اكو غيره بطيج وغيره براس، ولا غيرتهم بطيجهم. هذول ما عندهم غيره. لو عندهم غيره مو صور الميليشيات كلها، العراق داحي اليوم بالمنصور. اليوم بالمنصور بالمنصور صارت حادثه. الميليشيات والجيش. بس شنو هم؟ ما مصر عندهم غيره. اعتدوا على المواطنين الميليشيات العصايب. ممكن تنبلون بيها الظهر، اعتدوا عليهم بالتعويض تكاونوا بس في شيء وما وقعت بيها خير الخسارة لها. بس ما نقدر يقول يا ترى نعطيهم يا نعرض على وجهك، احنا وش نقدر؟ 4 محافظات مسيطرين علينا خانقين خنق، ولا انت عندك دواعش؟ انت ولا هم تحكي؟ انتم مركز دواعش، احنا دواعش؟ هم اكبر دواعش اسرائيليين ذولا، اكبر دواعش اسرائيليين. نور الماركي يقدر يرشح نفسه هو ولا يقدر يشحن نفسهم؟ لازم عمره تجني او خال. رئيس حزب الدعوه قام يرشح بكيفه. يرشح خلوه يرشح هو هذا الاخر كان المقيدين اللي طلعوا بالمظاهرات كلهم هذا كان ضافهم رئيس الوزراء. مو هذا العامل الاخر شو اسمه؟ ضيعت اسمه هسه راح عن بالي. هذا الحاله كان قبل عادل عبد المهدي اللي راح سواه اللي راح سواه مستشفى في تركيا خلال 7 اشهر. نعم مستشفى تركيا ومنون منك وشكرا ويا امير اسحق عظامهم الا يسحقونا ولا يسحقهم الله. بس الان والله ما نقدر نطلع مظاهرات، اذا نطلع مظاهرات بس احنا نشكر امامنا جنوب ونشكرهم ونحط لهم رايه، والله احنا جعلنا احنا نكاون وهم قاعد يكاونون سباع 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 مهم سباع فوق سباع. بس تتعسف البارحة الدورية واقفة أجاي حيث السامع قلب رشاشات ومقعد المواطنين يخربوا في البيوت كتاب يقع، ما يقول هذا شنو هذا يا رئيس الوزراء؟ ما يقول هذا شنو هذا رئيس الدولة؟ يقول هذا شنو صاير فوة؟ يسعدنا يابا يسعد محمد العاقول يقول هاي استلمتها فرس ويجوا بالحرس الثوري يوما وما حد يندل بيه مثل الصواريخ اللي يعبرونها من هنا على سوريا على السيارات الجو
بس والله ما هو دمرتنا هالعملاء مع الاسف. واني ممنون وشكرا. شكرا شكرا لك اخ محمد. قضية المخفيين قصنا قضية صعبة وشائكة واكو هواية ضحايا راحوا نتيجة هاي القضية، مو بس مختطفين الرزازة اللي هم اللي مثل ما ذكرت منظمة العفو الدولية انه 143 رجل وفتى على الاقل من قضاء الصقلاوية ما زالوا في اعداد المفقودين، فيما كشفت مديرية ناحية الصقلاوية عن اعداد المغيبين من الناحية وحدها بلغ أكثر من 745 شخص لا يعرف مصيرهم إلى اليوم. قضية المغيبين قصرا، عندي تقرير جمع تصريحات لعديد من المراكز والمنظمات تعنى بشؤون حقوق الإنسان، منها مثلا مركز بغداد لحقوق الإنسان يقول غالبية المدنيين المخفيين قصرا اليوم بالعراق، غالبيتهم مو كلهم، هم من سكنة محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وأنه دوافع عمليات الإخفاء الطائفية للانتقام من سكنة هذه المناطق والتنكيل بهم، والمسؤول الأول هي الميليشيات التابعة لإيران. نفس المركز يقول إن ما يعيق العمل الحقوقي هو بطش نفوذ الميليشيات وعدم إفصاح الحكومة عن موقع السجون أو مواقع السجون السرية وكشف الحقائق أمام المجتمع المحلي والدولي، وللأسف فإن المجتمع الدولي غير قادر أو غير مهتم بحل هذه القضية التي تعد من القضايا المهمة والخطيرة في نظر القانون الدولي العام وحقوق الإنسان، لذلك نحتاج إلى تدويل القضية. أم عمار من القرمة، حياك الله يا أم عمار. هلا بك. أنا عندي 5 مغيبين، ولدي 4 وزوجتي 5. يعني زوجك وأولادك 4؟ نعم. اي أيوة والله، هذا صار لهم 5 سنين ما نعرف عنهم اي شيء. من وين اخذوهم؟ احنا نطالب من الحكومه ونطالب من عندكم وشوفوا لنا مصيرهم، وين بجحف الصخر اي وين. من وين اخذوهم امي؟ خذوهم احنا من القرمه واتجهنا على السجن، من السجن خذوهم. يعني اخذوهم من وين؟ على السجن. اها عسكر، زين ما عرفت الجهه اللي اخذتهم؟ والله مختلط حشيد ورد السريع وجيش ودق. ومن سالتي شو يقولوا لك؟ والله ما حد يقول لنا كل شيء، جايبين مسافتين، نطالب بالحكومه والحكومه ما ترد لنا اي شيء، يقول روح سووهم شهداء سووهم رواتب، لا والله لا نريد رواتب ولا نسووهم شهداء. قابل وين استشهد؟ اي والله. واحنا نطالب من عندكم توصلون صوتنا، نطالب هسه احنا نطالب من ايران، يا بريد زلمنا من ايران. نعم. زلمنا عند ايران. نعم. اي والله، هسه احنا قاعدين ما ظلينا، الله بيعرف بس النسوان واخوتي ولد اخوتي كلنا طلعنا، هاي المجموعه اخذتها الميليشيات. نعم. اي أيوة والله ظلينا بس النسوان، الله بدارك كل شيء ما ظل ظل عندنا بس النسوان، انا كرواتي ظلينا 4 دايحين، الله بدارك اخذهم زلمنا وخلونا دايحين. شنو هو الحل؟ نعم. اي أيوة والله ظلينا دايحين احنا اهل القرمه، احنا القرمه وطلعنا على السجن. 5 والله كلهم بعتهم اصدقاء. نعم. طالب من الحكومه، طالب من ايران، يا رب يطلعوا لنا زلمنا، هذا رمضان متجه علينا، يسوون لنا حاج، ما نريد ولا نريد رواتب ولا نريد فلوس، بس نريد وقونا على بيتنا حيين ميتين ونطول لنا زلمنا. كل شيء ما نريد. نعم. ايوه كل شيء ما نريد، بس نريد زلمنا والله كل شيء حيين ميتين يقولوا لنا عليهم. صار لهم 5 سنوات ما وقفنا على اي حد، لا من الحكومه لا من غير الحكومه، ما حد جانا ودق بابنا وقال يابا زلمكم وين راحهم وين جاهم، ما حد. شكرا 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 لكم عمار. بالتقرير الجوائدي اكو معلومه ذكرها رئيس مركز بغداد لحقوق الانسان، يقول انه ابرز، يقول وثق المركز جرائم اختطاف من عام 2014 وافرج عن البعض بفدية مالية دفعت من اهالي المختطف الى الخاطفين،
وأبرز السجون السرية التي يقبع فيها هؤلاء المختطفون تقع في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل. وهاي السجون عبارة عن مدارس ومنازل احتلتها الميليشيات وحولتها إلى مراكز اعتقال يتعرض فيها المخفون فيها لأبشع صور التعذيب وسوء المعاملة. وعندما يتم الاتفاق على فدية المختطف ينقل إلى مركز اعتقال رسمي وبعلم الحكومة. هذا هو السر مال جرف الصخر يعني؟ محاولين مركز لابتزاز الناس. يعني هسه الناس إذا طبت الجرف الصخر راح تلقى ولدها. تعرفون أنتم الأرقام مال المغيبين قسريا لو نريد نطلعها؟ يقول العدد يتراوح من عام 2018 إلى 2020 بعد ما تمت تسجيل الأعداد حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يقول بعد أن تم تقييد أعداد المغيبين قسرا من عام 2016 عفوا إلى عام 2020 ما بين ربع مليون إلى مليون إنسان. المشكلة أنه يقول إحنا وثقنا هذا الشيء والحكومة تقول العدد أقل من هذا بهواية. علي من جرف الصخر حياك الله يا علي. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ العزيز إحنا من جرف الصخر 400 واحد راحوا من جرف الصخر مغيبين. نعم. السلام عليكم عيني. إي وياك أخويا تفضل. أخي إحنا عن المغيبين حلقتنا ايه. اليوم. أخ علي إذا أمكن إذا تسمعني من التلفزيون نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون أوضح. وياك وياك. أي عيني تفضل. والله يا أخي يعني مشكلة يعني صار إن هاي سنة طبنا السادسة. نعم. طبنا السنة السادسة والمغيبين أنا أخوتي أخوته وولده اثنين وأربعمية ألف واحد ويا 400 واحد وياهم راحوا. نعم. وما نعرف مصيرهم يعني عوائل مثلا مشتتة. نعم. وما نعرف مصيرهم يعني لو بس ينطونا مصير هالعوائل هاي وين صارت وين راحت يعني ميت عجل يقول يا ابو حتى هذا الميت هاك ميت عجل عجل. نعم. أستر لو تشوف العوائل مالتهم كل يعني نسوان ضالة نسوان يعني حال الضيم حاله. نعم. بلكي من أجلكم بلكي عن طريق سيف الأحمر عن طريق خير عن طريق أي وزراء عن طريق حكومة على أي طريق بس هي نقصين مالهم. نعم. نعم شكرا لك أخ علي. حسب المستشار القانوني بالمرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان يقول سمعوا الأرقام بالموصل بحدها أكو أكثر من 8000 شخص مخفى من عام 2014 يعني يقصد من بدأ قضية دخول داعش المريبة إلى هاي المحافظات وشون انهزم الجيش وإلى اليوم هذا. القسم الأكبر منهم محتجز قسريا لدى الحكومة والميليشيات. قضاء الدور ومحافظة صلاح الدين 15,000 مغيب معظمهم بسجون سرية تابعة للميليشيات. الأنبار 3,000 مغيب. ديالة 2,000 مغيب. يقولوا هاي العمليات لم تتوقف بانتهاء النزاع المسلح الداخلي. فمع انطلاق التظاهرات في بغداد ومحافظات الجنوب يقصد ثورة تشرين حدثت عمليات تغيب لناشطين ووثق المرصد أكثر من 75 حالة إخفاء قسري لناشطين ومدنيين من ساحات التظاهر لم يطلق سراحهم إلى الآن. يقول ما أعرف شنو سبب
عدم معرفة مصيرهم وشنو سبب عجز الحكومة ببغداد عن العمل على إطلاق سراحهم، ما يؤكد أن قوة الميليشيات ونفوذها أكبر من الحكومة والقانون. عواد من الديوانية، حياك الله يا عواد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. رحم والدك، أشارك بالبرنامج. ويرحم والديك، وتعال البرنامج. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. ألو. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي، بس نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون يرحم والديك. السلام والرحمة والإكرام أخوي. عواد تسمعني؟ انقطع الاتصال يا الأخ عواد. الناشط السياسي غيث التميمي يقول أنه آلاف النساء العراقيات يتساءلن عن اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، ويجب أن تكشف الحكومة مصير ذويهم بمناسبة عن مصير آلاف العراقيين المغيبين قسرا، سواء بالمناطق المحررة من تنظيم الدولة داعش أو بقية مدن العراق. لهذا نطالب بالتحقيق الجدي في مصير الناشطين اللي اختفوا أو الذين أخفوا قسرا في العراق. سؤال هنا، أنا أريد أسأل أي واحد لما يقول على الحكومة يجب عليها أن تفعل، هي مو المفروض الحكومة تعرف شو تسوي؟ زين، إذا أكو ناشطين وأكو ناس دا يوجهون الحكومة، لعد المستشارين شنو دورهم، والمستشارين القانونيين واللجان القانونية بالبرلمان ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العدل ووزارة العدل، ذولا شنو دورهم بالعراق اليوم إذا ما يعرفون يؤدون واجبهم؟ قانونيا اذا نجي على الدستور، ما من حق الشرطه العراقيه او اي جهه امنيه تعتقل شخص اكثر من 4 أيام اتصور على ذمه التحقيق، الا اذا موجهه تهمه اله، ويجب ان تكون تهمه صريحه واهله يعرفون بالتهمه واكو محامي يدافع عنه واهله يشوفوه ويشوفون شنو الوضع حتى يثبت براءته من عدمها. الا بالعراق انشال الاب راح لغير مكان، أهلا ما يدرون بي وين، فوق القهر الجهة اللي جت تعتقل هذا الشخص أو اللي جت تختطفه، لا لباسهم معروف لأنه لابسين بشكل يا لوز، لا هم معروفين إلا من تابعين، لأنه كل جهة تشمر هؤلاء على الطرف الثاني، ذولا يقولون سرايا، ذولا يقولون عصايب، ذولا يقولون كتايب، بكيفهم، ويظلون الأهل بين حانة ومانة ويدفعون فلوس هم يعني فوق القهر. أبو ياسين من ديالة، حياك الله. حياك الله أخي أفل، وحياك هذا المحترمين. حياك الله يا غالي. عيوني أفل، إذا نسأل الحكومة عن مغيبين، نعم، ورئيس الحكومة الكاظم اللي مثل هاي الحكومة مثل رئيس المخابرات مخلصة الخميني المقبوض في المكتب ماله، تقيس من هذا النموذج. اليوم احنا حسدنا ولو ما نسب على الناس حتى السامع ساقطين، قرانا بعد كنا دول السياسيين يمثلون هاي المحافظات، هيخجلون وين جمهورهم؟ وهم لسه قاعدين بالعمليه السياسيه البائسه. وانا مش عارف جبل جلسه سبب قتل المحافظات لصلاح الدين وخطاب العالم فايز عليها مالته مال بايدن. هذا نفس السنه. يا اخي هو المشكله كانت كبيره. سياسيين ما دمرونا. يعني من نحكي بألم لانه انت جايين تفتحون محافظات مدمره مهجومه. وتنساكم بالحكومة وتتصارعون على مكاسبكم وعلى الموازنات، وين ناسكم؟ آلاف مؤلفة راحت، داعش ما قتل إلا العدد القليل، عفى الله على داعش، لكن اللي قتلوا الأكثر هم الميليشيات. أخي أفل يدين عمل السياسي هم الميليشيات، لا كاظم ولا غير كاظم، اليوم سمعنا من هاي السوالف، هي الميليشيات هي فهم قانون، فوق الدولة، سلاح الميليشيات هو أقوى من سلاح الدولة، دمروا مؤسسة وزارة الدفاع حتى ساعدوا الميليشيات. حتى بكيفهم، وهذا يوم شفنا حادثه مال الموصل، يعني مال التعويرات وبيناتهم صارخين بالسماء راحت فيها ضحايا ناس مدنيين ابرياء، هي اداره الدوله، ما عندنا دوله ولا عندنا قانون، واليوم ما شاء الله صارت على الدول العربيه اللي هي محتفله كاظمي،
بس يعني اعتراف كامل هاي العمليه السياسيه البايظه. اما هاي مو عمليه مو شرعيه، هاي حكومه مو شرعيه، هذه حكومه احتلال نصبها الاحتلال. هسه انتم اللي تجعجعون تقولون المقاومه، عم انت هاي المقاومه امريكا نصبتكم، عم انت جبت امريكا وامريكا جابتكم، هاي مقاومه تحدثون عنها. ما شفنا بس بالعراق هذا حال العراقيين. يعني اذا سالت سؤال هاي الناس اللي درس مجاني 76 سنين مجان، شنو دوله فقيره؟ هذه درس مجاني ما عندها حاله، ما يجي ملابس يشتري، ما يجي ياكل له خبزه، ما وراه ايجار، شنو هذا ظلم والجور؟ شنو هذا؟ فهمونه انت شنو عمي؟ عم انت الايران للعراق خليتهم، بس انا خليني اجاوب نفسي، عمي انت الايران، انت مو ناس ولد العراق، مو ولد بلد، انت مو احراف، انت مو من اصول عربيه، انت مو من رحم شريف، خلي نتحدث بهاي الطريقه، ولا اهجم الهجد لاهل الكافرين السنه وين ناسكم؟ بس بنينا وراح 28000 كان مفقود من بيت شريف، انت شنو قاعدين؟ شنو قاعدين انتم بهاي الحكومه؟ انت وجدتوا عمي يا ابا ان شاء الله ما تنسي والله، وانا اتحجب بناس تحجب هاي الحكومه، عم هاي مو حكومه، هاي عصابات، هاي ميليشيات، هاي ناس دراميه جابها الاحتلال حتى يدمر العراق وحمل عن سبع دار. يعني ما خلت حرمه في الدول العربيه مو بس العراق. العراق نعم لا سياده ولا على احتيال ولا على وجود ولا على ولا، لكن عمنا على سبع دار. يعني سبب سقوط العراق سقطت اليمن وسقطت سوريا وبعدها ما يعلم الجوع السعوديه وغير السعوديه. عمي يا دول لا عربيه خليني اسميكم الكاظم عيب تحتضنونه، هذا هو سبب دمار العراقيين. ما نتحدث عن الشيعه والسنه، هم الفرده وبالسنه دمروا السنه واليوم اتجهوا على الفرات الاوسط وعلى الجنوب. ليش؟ ما يريدون صوت وطني، ما يريدون العراق الشريف، يريدون بس ديونتهم واذنابهم، يريدون دمار العراق بكل صوره. وتحياتي عزيزي اسعد. حياك اخي العزيز ابو ياسين. امنا من الموصل، حياك الله يا امنا. امنا؟ نعم عيني. حياك الله من الموصل امنا. حياك الله. استاذ العزيز انا اخويا معتقل. نعم. استاذ العزيز والله العظيم بالله المال شرك اخويا بريء. بريء يعني هو مدحك، اول شيء هو منتسب. ثاني شيء عندنا شهيد. يعني والدواعش حطوا عقب بالسياره مالته وانفجرت عليهم، ابن اختي استشهد بالسياره ماله. واخو ابن اخويا لحد يعني حتى متأذي، واخويا انتهى من ورا داعشي ما اعرف شلون راح لبغداد واعتقلوه وهسه هو محكوم 15 سنه. بالله المال الشريك اقسم لك بالله كل شيء ما عنده. اتهموا هذا الداعش يظلم ما اعرف شلون. ما خليت لا محاميين، والله ما ظل عندنا كل شيء بعناه، ما ظل علينا كل شيء، لا خليت محاميين، لا خليت يعني ما خليت اقول لك حتى على وحده جميلي. البارحه قبل والبارحه جيت انا على محكمه البغداد الرصافه، جيت اقدم له عاده المحاكمه لجنه طبيه، يعني هسه عنده اثار تعذيبيه، من يقعد ما يقدر يقوم، منتهي. واخوي مهز 81. يعني شنو ذنب لما يجي يتهمون التهمه؟ اسال اذا عدت محاكمه يرفضونها، هاي 14 مره اقدم يقول مرفوض، ليش؟ هو بريء، انا لو ما بريء ما اروح ادور اخويا، ترى عنده شيء ما يروح يدور. المنطقه كلها بردته، المختار الدنيا قالوا يابا احنا نجي شو تريدون؟ يابا المحامين ما خل امسك المحامي ياخذ فلوس ثلاث ايام ويقفل الموبايل. واخويا يعني انتهى صار يعني ما اقدر اشرح لك شنو هالبيه هسه، حتى على حقوق الانسان بالموصل رحت ما فاد، رحت على بغداد ما فاد، وبالله البارحه انا جيت بلا كروه، وبالله يوم الان ما ماكله شيء، بالقران ما ظل عندي مصر مش قد ما اضطريت واني ادور على اخويا، يا انصفوني بس اطلعوا عيدوا محاكمه، قلت لهم عيدوا محاكمه يابا، دقوني بالسجن، اذا اخويا طلع عنده شيء احكموني شو تريدون؟ وانا ما ادري يعني انا اتصلت عليكم على الله وبيكم يعني اريد منكم اخويا الله يرضى عليك الحكم 15 سنه هو هسه مسجون بالتاجي. نعم وصل صوتك استاذ العدل ومحامي جاي على الله عليكم وصل صوتك ان شاء الله وسمعك. شكرا لك امنا. ابو مهند من الموصل حياك الله يا ابو مهند. ابقاك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اشكر برنامجك وقناتك كريمة. لا شكر على واجب. مضمون حلقتك راقي حراقي. نعم
اي والله يا استاذ العزيز والله تعبت ناس وهاي الناس تعبت اولادهم فقدت فشو الحكومه لا منادي تروح الداعي بالمسجون لك ماكو نتيجه وضاعت علينا يا استاذنا العزيز نعم انعم الله عليه نعم شكرا وما العالم ما يعرف شنو الحل يا استاذ نعم يزيد فضلك اقول لك كل عام ما تعرف تصير امورها شلون تصير ما تدري حرنا حرنا يعني اذا انطلق صار احسن ابو مهند سؤال ابو ياسين ذكرني به وقلت اساله ابو ياسين ذكر المقاومه ويقول يسمون روحهم مقاومه انا اللي مدى استوعبه انه المقاومه يعني هي اي جهه اي جهه تكون في وجه المحتل هي مقاومه لكن اعضاء هاي المقاومه هم اي جهه معارضين وجود هؤلاء المحتلين الا بالعراق شو اللي جوي على ظهر الدبابه الامريكيه واللي جوي ساعده والامريكان باحتلال هذا البلد واللي حاربوا العراق 8 سنين ويا ايران صاروا هم المقاومه والناس اللي تقول لا للولايات المتحده الامريكيه لا للاحتلال كلا للتدخلات الايرانيه كلا للتدخلات الخارجيه صاروا ذولا الاعداء وهالمقاومه تحارب ذولا هاي معادله ما دق افهمها ليش اسمعني ابو مهند نعم يا استاذ هو هذا سؤالي ابو مهند هاي المعادله اليوم المعكوسه بالعراق ليش يا استاذ العزيز تتعبنا المقاومه من مناطقنا احنا هسه اللي انتمت الى داعش المناطق مناطقنا اللي دخلوا عليها داعش قاومت الامريكان ببداية الاحتلال 2004-2005 نعم يبدو انه اتصال انقطاع يا ابو مهند هاي يعني على ابو ياسين من ذكرها يقول المقاومة لو هم يعني يسمون روحهم مقاومة او محور مقاومة تكون هسه بالجديد مفروض يفرحون لما يطلع المواطن العراقي ببغداد وبالنجف وبذيقار ويقول كلا للتدخلات الخارجية لأن هاي جزء من 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 حيثيات المقاومة أو من أساسيات المقاومة أنه يرفض أي تدخل خارجي ويقاوم هذا التدخل الخارجي حتى يقوم البلد اليوم اللي قاعد يقول كلا للتدخلات الخارجية ينشال اليوم اللي يقول كلا كلا إيران كلا كلا أمريكا ينكتل فأي مقاومة احنا دا نحكي غير هيك لما نقعد ونحكي تعرفون شنو تعريف الاختفاء القسري أو التغييب القسري ضمن القانون الدولي هو أو توقيف أي توقيف لأي شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات في الدولة أو دعمها أو قبولها غير المعلن أو المعلن وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته يستتبع ذلك حظرا واجب التحقيق في قضايا الإخفاء القسري المزعومة ومحاسبة المسؤولين شو نسميها بعد يعني إذا الميليشيات معترف فيها وأكو قانون دولي ويقولون أنه احنا تابعين للقوات المسلحة ونأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة زين إذا جيش فهو يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة إذا شرطة فهي تأتمر بأمر وزير الداخلية وزير الداخلية اللي هو يتبع الحكومة العراقية قوات تدخل سريع كذلك قوات سوات كذلك الفرقة الذهبية كذلك أي جهة ده تعتقد فهي الدولة دعمتها تجي الدولة تقول لك أنا ما عندي المكانة زين يا بذولا مين جوي ما حد يعرف لو هاي همين الاستعراض العسكري يطلع لنا أبو عمليات بغداد يقول والله عرفت بيه من تويتر لو هاي همين حركة تطلع بالشارع
ورئيس وزراء ما يدري، وتنداس صورته بالأحذية ورئيس وزراء ما يدري، أو يغض الطرف. ليش الحكومة ما تجي للناس تبرد قلب؟ عمية الناس كلها هسه تتصل تقول لك ابننا عايش، قل لنا ابننا ميت هم قل لنا، خلنا نرتاح. علاء من باب الحياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا. استاذ ولو برنامجكم خارج البرنامج، بس عندي سؤال أدوته الأستاذ عادل الركاب. بس علي لي صوتك لأن مدى أسمع بشكل واضح. بس عندي سؤال أدوته العادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. نعم. على راسي، رحم الله والديك. والديك الرحمة. أنا قدم اعتراف سنة 2016 ولحد الآن. نعم. قدمت اعتراف باللجنة العليا بمحافظة باب الحلة. نعم. يقول لي القاضي اسمك خارج المدة. اسمك شبي؟ يقول لي اسمك خارج المدة لأن متأخر بالاعتراف، ويقول دزينا بيكم كتاب البغداد. نعم. ووزير العمل ما يوافق على الكتاب. أنا الاعتراف قدمته 25/4/2019. نعم. ولحد هذه اللحظة يومية أراجع الدائرة يقولوا لي باكر أسبوع الأحد الاثنين وهكذا، يقول لي الكتاب بعد ما أجى، وها صار له سنتين كتاب، وأنا قاعد تجاوز غرفة واحدة من باب الحلة أنا. نعم. وأنا أريد من الله ومن يعني من الله ومنكم أريد. زين الكتاب مالتك بخصوص شنو؟ كتاب مالتي بالرعاية الاجتماعية عاطلين، مقدم اعتراض أنا. زين. قدمت اعتراض، يقول القاضي اسمك خارج المدة، قلت له شنو خارج المدة؟ يقول لي لين ما قدمت اعتراضك بنفس اللحظة، قلت له جنسيتك كانت ضايعة، لين ما طلعت موحدة، يلا طلعت، يلا قدمت اعتراض، ماكو إشكال يعني. الاعتراض ما به مدة محددة. نعم. ايه. وأدوات صوتي العادل الركابي من قناتكم الشريفة. حياك الله اخوي، وصل وصل. الاخ علاء يقصد قانون الرعاية الاجتماعية، واكو هواية متصلين يتصلون بنا على قضية الرعاية الاجتماعية ويبلغون ويقولون انه احنا قدمنا معاملة للرعاية الاجتماعية، وانه احنا يعني فقراء ما عندنا شغل ملاقين ناكل، نقدم للرعاية الاجتماعية، يرفضونه. كان بالبصرة، كان بالنجف، كان ببابل، بهواية محافظات بالعراق دي يقدمون الى هاي المؤسسة اللي هي من المفترض انه اكو آلية لعملها. غير هيك من المفترض، انا اسف كان المفروض اسال اخ على سؤال، انه احد زارك من الرعايه الاجتماعيه؟ احد شاف طبيعه حياتك، طبيعه وضعك؟ لو الرعايه الاجتماعيه الناس وناس، واكو مليارديريه دا ياخذون رواتب رعايه اجتماعيه لانه يعرف له كم مسؤول حتى يلغف له كم راتب. المهم، فبس القضيه انه شخص يقول انا كانت عندي اضباره ضايعه، على ما أعرفه الأضبارة ضايعة، ويقول جنسيتي على ما بديتها وطلعت بطاقة موحدة، جاء تقدم يقول لي اسمك خارج المدة. أنا أنصحك أخ علاء أنه تشوف أي شخص يفهم في قوانين الرعاية الاجتماعية أو محامي، تروح تسأل أنه أكو شيء بالقانون العراقي اسمه خارج المدة، أو اسمك خارج المدة، بحيث ما يحق لك تعترض وما يحق لك تقدم بعد. أم محمد من الفلوجة، حياك الله يا أم محمد. السلام عليكم، شلونك أخويا؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله أختي. والله إحنا نشكركم على هذا البرنامج، بدكم اللي مساحتنا الفرصة لحتى وياكم على موت القضايا المغيبين. لا لا، شكر على واجب. من 2016 ده يشتغل بكافتيريا، واخذوه على طريق الحسية، والأخدار أول شيء قالوا أنت جنسيته كمين، هو لا يحصل أكرا ولا يكتب، مجرد شافوا جنسيته قالوا لو السيارة أنت مين قاعد منا بغرب فاخر، قال له سيارتك وتروح، ظل السائق وين باوع على أخويا من وراء بهيك، قال لنا سراي السلام على طريق الحسية، وظلينا نجابع وندور ونشوف وما لقينا. أنا لحد الآن هاي صار سنة رابعة وعنده ثلاث أطفال والله العظيم، واحنا طلعنا من الفلوجة اول الناس، وتالي ما تالي اختلفوا هناك عليهم واخذوه، لان مجرد هو من الفلوجة
انت جبتها على مود المقاومه. احنا اذا نظاهر ونقول كلمه الحق يسمونا دواعش، واذا خلعنا الثلوجه يخطفون اولادنا. أنا احنا عايشين بهذا البلد، كل شلون نطلع ولا بقينا؟ احنا بالحالتين احنا مغدورين بينا، مغدورين بينا اذا ظلينا ببيوتنا، ومغدورين بينا من طلعنا خارج الثلوجه. يحكون على المقاومات، اي مقاومه خلوا فيها، حتى اللي يدافع عن نفسه اذا جتني الجهه وتقول لك انا فلان ابن فلان، وانا اعرف شنو بدك تجينا. مجرد لكن يعني ما ادري من الامن الوطني، ما ادري من السرايا، ما ادري من الميليشيات، مو حد يعرف. لحد الان احنا ما مأمنين على حياتنا. لا تحكي على المغير، تحكي علينا هسه اللي احنا ظلينا بالاعداد المعدده. آلاف من الانبار معقوله امريكا واستخباراتها القويه اللعينه ما قدرت تطهر. شوف دول الشباب وين راحوا، طياراتهم وتحالفاتهم. اريد اعرف هاي الحكومه اللي فاشله حاطينها هنا، ما تقدر تقول للامريكان يابا احنا ما نقدر على العصابات. اتدخل مثل ما تدخلتي قبل ودمرتينا، تعالي هسه ساعدينا وشوفوا ولدنا وين. اذا ما يخافون من ايران ولا يخافون من اي جهه، ما نعرف منين هم، ما نعرف من المحسن نحن، ما نعرف. نعم. خلي يشوفونا حل عن، خلي يعطونا اي شيء، بس نريد ولدنا عايشين ميتين مثل ما قالوا الشباب اللي قبل. بس نريد الله، احنا على هاي الدنيا هاي اللي عايشين بيها، دنيا فاشله، الله ينتقم منه ومن امريكا ومن ايران ومن شك واحد يرجع واحد وهو محتوي يقول هسه انا زعيم على دولتي. هم يضحكون على انفسهم، سمعان يقول يكذب تكذبه وصاحبه يصدقه، هم يصدقون كذبه ويصدقوه. ناس مغشوشين غدارين ينتقم منهم ان شاء الله، ومن اللي جابهم ومن اللي ساعدهم هذا البلد اللي لا حول ولا قوه، خلونا لا سلاح عندنا حتى ندافع عن نفسنا ولا شيء، ومن دخلوا ونطالب بحقنا احنا وظاهرنا بكلمه الحق اخطونا وسوونا دواعش. واللي طلع خارج المدينه على مود ما يقولوا انا داعشي اخطوه، وهسه احنا نعرف احنا ولدنا وين وعوائلهم ونساهم واطفالهم ذول شنو ذنبهم. كل بي ارمله وبي زوج معتقل وبي زوج مغيب، والله صدقنا من ما ندري هالصعاب منين جتنا. نعم. وانا اشكركم على قناتكم. لا شكرا على قناتكم، هي الوحيده اللي توصل يعني المظلومه، تحكي الناس مظلومه ما تقدر تحكي ولا تقدر تطالب ولا تقدر حتى على اي جهه. الله وكيلك ما يعطونا جواب، حتى نخاف نسولف، لا يخطونا احنا هموات ويا ولدنا. وظلينا لا حول ولا قوه، سلمونا بيد الله وحسبي ونعم الوكيل. هاي كل ام وكل كل زوجة تقول. نعم. شكرا، شكرا لك ام محمد. قضية المغيبين قصرا قضية شائكة اليوم بالعراق، يعني اذا اريد نفكر بيها، مقررة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان النائبة وحدة الجميلي قالت انه اكو الاف من المغيبين قصرا من قبل جهات سياسية واخرى مسلحة تجد بهذا السلوك العدواني وسيلة لإزاحة كل من يعترض طريقها ومصالحها، وتحاول هذه الكتل تصفية منتقديها وإخفائهم من الساحة العراقية. وقالت الجميلي إنه على الحكومة الاتحادية أن تجعل من أولوياتها مكافحة الإخفاء القسري والتحقيق في قضايا السابقة لتأكيد التزامها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها في العراق. شحكي بعد، خاف يطلع واحد بالحكومة يقول لك احنا ما ندري اكو اخفاء قسري، قل لا، هاي لجنة حقوق الانسان المقررة مالتها قالت لا اكو، وعلى ايدي احزاب وكتل سياسية وعلى ايدي قوات سياسية تتبع الاحزاب حتى يصفون، وبالتصفيات اكو ولد خايبة دا يروحون دوس بين الرجلين، ومن ياخذوهم دول الميليشيات ويودوهم المكان ما حد يدل وين تبدا المساومات ويا زوجة المعتقل او ام المعتقل او ابن المعتقل او بنت المعتقل او اخوه او اخته. ادفع نطلع لك اخوك او زوجك او ابنك او اي احد، ويدفعون دم قلبهم واحتمال ما يطلع. واكو هواية ناس بعد
دياعين وباعت بيوت وباعت سيارات وباعت محلات حتى تطلع أهلها من السجون وما طلعوا. إذا ما يجيهم ابنهم جثة نتيجة سوء إدارة المعتقلات العراقية هاي، إذا كان بمعتقل مو بسجن سري، فالمعتقل الرسمي اللي هو ما بي رعاية صحية وما بي رعاية غذائية وما بي رعاية صحيحة وما بي أساليب اعتقال تحترم الناس على أقل تقدير، فكيف بالسجون السرية اللي ما حد يندلها وين؟ رسالة الواتساب اللي تجي وياي اللي جتي يا من العفو تقول أخويا محمد المنصل هذول عملاء إيران وأمريكا، العذاب ينتظرهم في الدنيا والآخرة، حوبة الآباء والأمهات عند الله ما تروح، نقول أليس الصبح بقريب، راح يجي يوم وتتحرر جرف الصخر من الميليشيات وكل شيء يرجع لداره. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ، العراق بيد إدارة الأعداء وكل العراقيين يعلمون وشهد شاهد من أهلها كل الموجودين بالعملية السياسية، الأحزاب الفاشلة والخردة والأحزاب الشيطانية اللا إسلامية كلها أمام المرء والمسموع بالحرب الإيرانية العراقية، كلهم اعترفوا أنهم كانوا يقتلون مع إيران أو يقاتلون مع إيران ضد الجيش العراقي السابق والشعب العراقي باعتراف الجريدي هادي العامري والشيطان عزة الشابندر وغيرهم من العملاء. فائق الشيخ علي ومشعان الجبوري اعترفوا أيضا بأنهم جميعا أعداء للعراق وشعبه، واعترفوا بتدمير العراق أمام كل العالم، ويتحمل المسؤولية كل عراقي من أبوين عراقيين بغض النظر عن الطوائف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي أفل، دقة العشائر همدة تقتل وما حد يحكي بيها، والأحزاب همدة تقتل وهم ما حد يحكي بيها، وأصحاب المخدرات وجرائم التهريب همينا ما حد يحكي بيها، بس المتظاهرين ينقتلون وسجن 10 سنين أو إرهابي ليش يجي؟ والله إحنا نريد وطن. أخوي تعارك عند محل يبيع ملابس، شباب يجوي وأخذوه خاوة وراح جاب جماعة، والله احنا من جماعة الصدريين، يلا فكوه من ايديهم. اخوان، اليوم القضية العراقية شائكة بها هواية بلاوي، قضية المخفيين قصرا لان هي تهم الناس، اكو ناس اليوم مثل ما ذكروا المتصلات عندنا انه بقت بس نسوان ببيوتهم، فمنين يعيشون وولدهم شون راح يربون؟ واذا ما شايفين ابوهم وما يعرفون ابوهم وين، امهم ايش راح تقولهم عليه؟ غير هيك يروحون يسألون عليه ما يحصلون أي إجابة عنه. فحوبة الأم ودمعة الأم ودمعة الأب اللي تروح حصر على ابنها أو ابنه، ليش الحكومة العراقية متباوعة عليها؟ وسؤالي لأي سياسي، إذا بأي مكان من العالم ابنك اختفى عنك وما حد نطاك مكانه، راح تتحمل هذا الشيء أو لا؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم يوم غد. إلى اللقاء.